يبقى معلومة أخيرة بس، إن طبعا الفايلز كلها مش سكيور. دي فايل هتيجي تقول لي أنا ممكن أعمله إنكريبشن وأشفر فيه وبتاع، أه يبقى أنت عملت الحاجات دي مانوال، لكن هو مش زي الداتابيز مثلا بيبقى مقفول ومتحصن وليه شغل معين، الداتابيز اللي بتقراه لا لا، ده فايل عادي جدا لو اتمسك خلاص أنت الفايل اتمسك، وبينطبق عليه كل القواعد بتاعت الفايلز من البلوكينج لو أنت فاتح ومش عارف الكلام ده كله، ده العادي لأن هو ستيل فايل. ملوش علاقة بإن إحنا لما ننتقل الفايل جوه البونجو دي بي جوه الماي سيكوال جوه، دي قصة تانية كجيسون، قصة تانية خالص، بتكلم على الفايلز بس. طيب إحنا دلوقتي هنبدأ إن شاء الله نعمل إيه؟ ناخد أول إكزامبل إحنا عايزين نعمله ببساطة. تمام، ناخد إكزامبل بسيط لرايتر كده حاجة بالبايثون. هعمل ايه او قايل له انا عايز اعمل امبورت، اول حاجه امبورت للجيسون، والجيسون كلايبراري او كباكج هي نازله اوتوماتيك مع البايثون، مش محتاجين ان احنا نستولها ولا شيء. تمام، طيب تعال نقول ان احنا عايزين نعمل اوبجكت كده اسميه ام، ومجاي اعمل كده الاوبجكت بتاعي. خد بالكم انا بكتب دلوقتي بايثون عشان بس الناس ما تفوتش، هنكتب جوه فايل بايثون. تمام، وقمت جاي قايل والله احنا عندنا مثلا النيم، او مثلا ناخد حد من عندنا فريد صقر. ماشي اوكي، كوما ده النيم، جوب مثلا هنديله ماشي. ايه تاني؟ ومثلا ناخد واحد كمان او حاجه كمان، مثلا احنا قلنا جوب، تعال نقول السالري عشان نجرب ارقام، وتعال نقول مثلا الفونز نديله اري مثلا، فمثلا تعال نقول كفايه كده، يعني هو مجرد خلاص احنا الفكره ان احنا عندنا دلوقتي بيانات متقسمه كجسم. لاحظ ان ده بالنسبه لنا مقروء عادي جدا بالنسبه لنا كبايثون، كمان كبايثون ده بالنسبه لنا مفيش مشكله. يعني انا جيت قلت جرينت تايب بتاع الام، طبعا مبني شباب مبني طبعا عادي جدا ديكشنري عادي، تمام ديكشنري عادي حلو جدا، بس هو شبيه جدا بال الجيسون، تمام جدا مش اي مشكله. طيب عاوز ابدا ان انا اسيريلايز بالشكل ده بحيث ان احنا نقدر نرايتره كفايل الاول ونشوف شكله هيتعمل ازاي الى اخره. طيب هقوم جاي عامل ايه؟ هقوم قايل الفايل بتاعنا، قايل له يا جيسون، الجيسون بتاعي دوت دمب، طبعا هيقول لي هدمب ايه؟ هقول له هدمب لي الامبلين. اول حاجه قابلتنا اللي هي الدمب، دمب يعني اقفله، تمام اقفله اقفله عشان يبقى صالح بعد كده ان انا اعمله كفايل، يبقى صالح ان انا انزله كملف، تمام كده؟ يعني دلوقتي كده بقى مقفول معانا كملف. فناخد بالنا. طيب طبعا يقول لي شيل الاسامي، انا عايز الاسامي، لكن دي فكره بسيطه لفكره حاجه اسمها الدمب. هناخد في الموضوع ده يعني كذا حاجه، اول واحده اللي هي الدمب، وهناخد حاجه ثانيه اسمها اللود. تمام، في عندنا دمبس، تمام، وفي ديكودر وانكودر مهمين،
وفي لودز، يعني لود في عندنا لود ولودز ودمب ودمبس، ماشي؟ دول من اشهر حاجات. فقبل ما يعني انا بس يعني انا كده عملت يعني عملت دمب للجيسون فايل، لو قلت له برنت الجيسون فايل بقى لسه طبعا ما كريتوش كفايل، يعني ما مسكتوش كفايل، لكن لو جيت عملت كده عملت رن وانا طبعته لك هتلاقي عملنا ايه؟ عملنا الجيسون كفايل اللي عملته انا، قلت له جيسون دمب على اللي فيه عادي جدا، والمفترض ان هو هيدمب ليا الفايل ويحطه جوه الفاريبل بتاعه. تمام، اسف دمبس كده مش دمب. تمام دمبس، هقول لكم الفرق بين دمب ودمبس. لكن على العموم لاحظوا ان هو كده اتحول معايا لشكل الجسم اللي انا اقدر ارميه، اتحول معايا لشكل الجسم اللي انا اقدر ارميه. قبل ما اخش في تفاصيل تعال نقول ايه الدمب وايه الدمبس والكلام ده، وايه اللود وايه اللود، وناخد اكتر من مثال. الجيسون دوت دمب وفي جيسون دوت دمبس، تمام؟ الاسيا قال الجيسون دمب دي فانكشن بنستخدمها لما نكون عايزين نسيريالايز الايه البايثون اوبجكت لجيسون بدمب، تمام؟ عايز اقفل البايثون اوبجكت للجيسون، تمام كده؟ طيب الدمبس بنستخدمها لكونفيرت الجيسون، تمام، البيانات بتاعتي عشان نقدر نعمل لها ايه؟ نقدر نبرصها، نقدر نبرصها يعني نقراها، ونقدر نطبعها ونقدر نتعامل معاها. خلاص؟ دي الدمبس. تمام؟ لذلك احنا استخدمنا الدمبس عشان نبقى نص، وعشان نقدر نبرنته، نقدر نقراه كسترينج، نقدر نبرصه يعني ايه؟ نمر على البيانات اللي موجوده جوه. لازم الاول ادمبس. ادامس يعني اكونفيرت الجيسون داتا بدل ما هي اوبجكت جوه اوبجكت واري جوه مش عارف ايه، لا لا انا هخليها كده يعني از سترنج عادي، كنص عادي مفتوح عشان انا اقدر امر عليه او اقدر اطبعه او اقدر اتعامل معاه اكنه نص عادي جدا.